طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. سيدي نحتاجوك، سعد اللي مات اللي ولداتك ورضعاتك. بارك الله في الناس اللي يسمعوا كلام الله ويطيعوه. علمنا الصلاة كما يحيى علم صحابه. يتصلوا قولوا: بابانا اللي في السماء، يتقدس اسمك، ويجي ملكوتك، وتكون مشيئتك في السماء كما في الأرض. أعطينا خبزنا الكافي لكل يوم، واغفر ذنوبنا كما نغفر حنا تاني للجميع اللي ظلمونا. ما تدخلناش في التجربة، بصح نجينا من الشرير. في الكتاب المقدس الله حاب اللي سيدنا عيسى رايح يجي باش يسلك الناس اللي في الدنيا. حياة سيدنا عيسى تبتت باللي بالحق هو اللي تنبأوا عليه الأنبياء. النبي إشعياء تنبأ وقال: العذراء بالجوف ترفد وبطفيل تولد. قرون من بعد زيادة سيدنا عيسى حقت هذيك النبوة. في الكتاب المقدس مذكور باللي سيدنا عيسى يقول له ابن الله. هذا الشيء يعني باللي سيدنا عيسى وليده، ماشي بالمعنى اللي تقصد الذات، بصح بالمعنى اللي تقصد الروح. وهذا الشيء نشوفوه في سيرة حياته. برا المرضى، سامح لهم ذنوبهم، رجعهم يسيروا في طريق الله، ووعدهم بمكان في ملكوت الله دائما. قدم نفسه ضحية في عوضهم على جال ذنوبهم، ومن بعد رجع للحياة، انصرع للموت كما كان الله مخطط. سيدنا عيسى قال: حتى واحد ما يأخذ حياتي مني، أنا اللي نضحيها برضايتي. حياة سيدنا عيسى تمت واش تنبأوا به الأنبياء، وتاني تبت تحقيقة كلمة الله المقدسة. الأنبياء قالوا: كلام الله صحيح وتامم، كلامك يا ربي دايم. وسيدنا عيسى بنفسه قال: السماء والأرض يزولوا، بصح كلامي عمره ما يزول. سيدنا عيسى جاء باش يعطي لنا الحياة الكاملة، بصح كي الإنسان عصى الله في جنة عدن
خير يسير في الطريق اللي تخصه وحده وفعاله بعدوه على الخلق. الكتاب المقدس يصرح باللي الجميع ذنبوا وباللي عقوبة الذنوب هي الموت. هذا الشيء معناته موت الروح، يعني الفراق الدائم من الله. بصح كيما الله عطى كبش يفدي وليد سيدنا إبراهيم، هكذا بعد سيدنا عيسى المسيح باش يموت في مضربنا. حياته والموت ديالو وقيامته من بين الموتى رجعوا العلاقة بين الله وبين جميع المؤمنين به. ودروك دوك اللي يامنوا بسيدنا عيسى ذنوبهم تغفروا لهم، بصح تاني أرهم سلكوا من عذاب العقاب، أرهم ضامنين الجنة خالدين فيها معاه. واليوم سيدنا عيسى حرر كل واحد من الذنب والقوة وجعله يتحكم على الخطية. هذا الشيء ما يعنيش يتبعوا دين، بصح يخيروا الثقة والإيمان بسيدنا المسيح اللي قال أراني نوقف عند الباب وندقدق، لو كان كاش واحد يسمع الصوت ديالي ويحلي الباب راني ندخل لعنده. هذا الشيء يعني نتوبوا لله ونامنوا باللي سيدنا عيسى يدخل في حياتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا كما يحب نكونوا. ما يكفيش نقبلوا كلامه بالفهمة ولا كي تصرى لنا حاجة تحننا، بصح لازم نتبعوه كي نعم علينا بالإيمان ونطلبوا منه بالإرادة ديالنا. كي يكونوا الناس واجدين باش يتبعوا سيدنا عيسى يقدروا يكلموه بدعاء سهل. بلاك راك واجدين دروك تقدموا حياتكم لله، وإلا كان هذاك هو الحال تقدروا تتبعوا في قلوبكم هذه الصلاة: يا سيدنا عيسى أنا نحتاجك، نشكرك على خطر مت على الصليب على جال ذنوبي، نقرب ذنوبي ونتوب، نفتح لك باب حياتي ونستقبلك كل منجي ديالي وسيدي. نشكرك على خاطر غفرت لي ذنوبي وعطيت لي الحياة الدائمة. اجعلني كما انت تحبني نكون، اجعلني من التابعين ديالك. امين. سيدنا عيسى قال على اللي يتبعوه: الغنم ديالي يعقلوا الصوت ديالي، انا نعرفهم وهم يتبعوني. باش نجربوا الحياة المعمرة بالبركة اللي وعدها سيدنا عيسى، لازم اللي تبعوه يداوموا في الصلاة ويقراوا الكلمة ديالو، لازم يبشروا به الآخرين ويتنظموا باش يكونوا مع المؤمنين اللي يحبوه وتبعوه. وتاني تفكروا ما تنساوش وعده الصادق كي قال: الله أعطاني جميع القدرة اللي في السماء والأرض، تفكروا راني معاكم دايماً حتى لآخر الدنيا.